الحمد لله حنا كسابة جماعة المعدر ولاد النومر اقليم تيزنيت كسابة ديال السردي، وكلنا كاسبين المواشي، كلنا معروفين بالمواشي. بغينا نوجهوا رسالة للسيد الوزير، بغينا من السيد الوزير يدخل لنا الدوسي ديالنا باش ندخلوا نوع السردي للبلاد ديالنا، يتقبل لنا الدوسي ديال السردي هو اللي كيصلح لنا في هذه البلاد. المعز الكحل اللي جابوا لينا هنا فرضوا علينا في تيزي قال لك ديروه ما صالحش لينا هنا، كيصلح لينا المعز اللي ما فيهش الشعر اللي مسمى بالكابرا، ما كيصدقش. عندنا لوطا كيصلح في الجبل المعز الكحل، حنا عندنا لوطا كيصلح لنا المعز الكابرا وكتصلح لنا النعجه السرديه، عندنا البلاد رطبه. وحنا نوجهوا رساله للسيد الوزير باش يشوف هذا الدوسي، يقبل لنا هذا الدوسي باننا هذا الشيء اللي كيصلح لنا هذاك المعز الكحل ما يصلح لنا. بغينا المعز الاحمر والبياض والصفار اللي ما فيهش الشعر اللي معروف عندنا هنا وكيصلح لنا هنا، اما المعز ديال الجبل ما كيصلح لنا هنا. هذا النوع اللي جابوا لنا كحل وفيه الشعر ما صالح لنا هنا وما عندنا هنا.